لكم وصفة اليوم، هي غريبة البهلة. غير أنا عملتها سارات، يعني ضفت لها زنجلان وكذلك القرقاع، أو تقدروا تضيفوا أي نوع من المكسرات. نخليكم الآن مع المقادير وطريقة الإعداد. بالنسبه للبهله او غريبه البهله المنسمه باللوز والسمسم، في المقادير كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس اللي مغرب مزيان ويكون نوع ممتاز. كنحتاجو ايضا 8 سنتيلتر ديال زيت النباتيه، 75 غرام ديال السكر سنيده حبيبات، 75 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ اولا 5 معالق كبار ديال الزبده. كنحتاجو ايضا قبصه ديال الملح، غنحتاجو نص معلقه صغيره ديال القرفه، كنحتاجو كذلك 20 غرام ديال السمسم زنجلان اولا 3 معالق ديال الطعام، 3 معالق كبار. هاد الزنجلان سبق لينا وعملناه حمصناه فوق النار في مقلاة، ولكن كنحمصو غير شويه. وانا هنايا غنحتاج 20 غرام ديال القرقاع اللي مقطع قطع صغيره الجوز، اولا يمكن لكم ديروا نفس الكميه 20 غرام من اللوز او اي نوع من المكسرات اللي عندكم. انا هنايا نعمل غير القرقاع. وطبيعة الحال كنحتاج 10 غرام ديال خميره ديال حلوه بيكنج باودر او معلقه كبيره. اول حاجه غنعمل هي غنخدموا هذا الدقيق، غنخدموه مزيان مع هاد الزبده غير بالاصابع، وضروري تكون الزبده بحراره المطبخ. كنبقاو بحال هكا غير بالاصابع، كنحاولوا ندمجوا الدقيق مع الزبده غير كنرملوا. بعد ما رملنا الدقيق مزيان دمجنا معاه هذيك الزبده، غنحاولوا نضيفوا هاد العناصر المقادير الجافه كامله وحتى السكر. اذا غنضيف السكر، غنضيف هاد العناصر. ولكن غنعملوا اللوز ضروري يكون حتى هو محمص غير شويه، وغنضيف نص معلقه صغيره ديال القرفه، كندمج هاد العناصر مزيان مع بعضها البعض. كنضيف الزيت، كندمجو هاد المكونات كلها. وقبل ما نبداو البهله كنحاولوا نشعلوا الفرن على درجه حراره 170 درجه، وكنعملوا على الاعلى ومن الاسفل، وحتى ما كنحاولوش نعركوها، كنديروها غير هكا غير بالاصابع. بعد ما كندوزوا العناصر كاملين كنخليو البيكن باودر هي الاخيره، غنضيفها في المرحله الاخيره، وغنحاول ندمج هاد المقادير كلها. كنشكلوا وحدات البهله، كنحاول ما كنحاولوش نضغطوا عليها، كنعملوا غير هكا بشويه. و بهذه الطريقه هكا كنخليوها مقوسه كتجي على هذا الشكل. وكنحطوهم كنحاولوا نفصلوا بيناتهم، يعني كنحطوهم متباعدين تجي بهذا الشكل. كنستمروا بنفس العمليه. اذا بعد ما انتهيت من تشكيل وحدات حلوه البهله، غندخلوها في الفرن اللي سبق لينا سخناه على درجه حراره 170 مده 20 دقيقه.
دقيقه، من بعد ما كنخرج داك الهبه من الفران كنخليوه حتى تبرد تماما، عاد كنقدموها. والسر ديال نجاح الغريبه هي انها كتجي هكا مشقه. نتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم، انكم تجربوها بالصحه والراحه.